فانا دراي معكم نيزاك واحد فيديو جديد اليوم ماشي كالعاده. هو كيفاش تفتح بي سي بروسيسور كارت جرافيك كارت مير كلشي بدي حاجه طرب انه نجيكم سهله قول لي ديكشي ساهل غير اللي ما كيعرفلوش نشوف كيفاش نعملو ديكشي. اوكي نبداو دابا نشوفو شني اول حاجه تم طبعا تزول البواتيات تفتحو. بالنسبه للبواتي كاين ثلاثه انواع. دابا هذا اللي عندي هو ميد تاور اللي كذا هذا البواتي القديم ديالي هذه مهم ميد تاور وكاينه فول تاور يعني طويل عليه هذا شي حاجه تقدر فيه الزيت تعمل فيه بزاف ديال الكوستوميزاسيون. وكاينه ميني ميني على قد الحال فهمتي السيستم ديال الاير فلو ديالو على قد الحال كيصلح عندك بيس لي فهمتي ما يصلحينش للعب غير النافيغاسيون ديال التخربيق اولا شي كارت جرافيك قصيره اذا المهم ماشي جيمين. اول حاجه حاول ملي تفتح الباب ديال البواتي اذا كان عندك شي فرفره على السايد بانل افتح شويه وزول ديك السكه عاد على الطيحه باش ما تجرشي مع هذيك السلوكه كاملين. انا هذه فان عاديه كيكونوا بعدا الفان هذا باش كيتستعملها غير مش الهواء كيبقى يدور في الكيس والغبره ما كتبقاش واقفه في مطعه فهمتي. دابا اذا كان الهواء دايز وكيطلع الغبره ما توقفش تصرف بيس ما كتعرفوا بيسي ملي كتدخل فيه الغبره راه كيترزا بزاف بحال هذا كيستهزا بها ولكن على الاقل كل 6 شهور هيدا نفى هذيك بومبات بيسي نفخا وحاول تزول الغبره. ودابا واحد النظره خفيفه على بيسي شني التخربيق اللي كيكون فيه على الاقل. هنا عندنا كارت جرافيك ديك الحدايد اللي تماك هما الهيت سينك اللي كيخرجوا سخونيه. هنا عندنا الفرفاره ديال البروسيسور هنا هادي ستوك يعني ستوك كتجي مع السي بي يو فهمتي مع البروسيسور كتجي معاه. وكاين من بعد تعمل كوستوميزاسيون تعمل شي مبرد احسن من هذا ديك حديده فايتايد مبرد. هادي اليمونطاسيون هنا سلوك هاد اليمونطاسيون كاين اليمونطاسيون موديولار و نون موديولار. موديولار كيعطيوك بزاف السلوكات هنا كتبرونشيهم وخسر اللي بغيتي. نون موديولار كيكونوا السلوكات كاملين مجموعين كتستعمل اللي عتستعمل وتخبع اللي كاين على حسب كارد مانجمنت ديال البواتي ديالك. دابا غنشوف مع البروسيسور شنو كيفاش غنزولو المسائل ديالو. هنا ديك الشيء باين هذا السلك ديال الفرفره ديالو اللي كتدخل 4 بينز كيدخلوا تما كاينه جوج ديال البلايص اللي غتستعملهم على حسب تخسر واحد تعدل الاخر ولا اذا كان عندك شي فرفرات اخرين ولا كوستوم اذا كان عندك شي هيت سينك ديال السي بي يو عندك حدا عنده جوج فرفرات على اليمين باش ما تقدر تزيدهم. دابا نحاول كنزولو كارت جرافيك كتزول لك السلوكات الضوء ديالها عادي ما تما والو فهمتي. حاول تزول السلوكه كاملين خفافي بقى حتى شي حاجه اخرى فوالا. دابا غنحاولو عاود نشوفو الديسك ديال ديك السلوكه ديالو. الديسك ديال خدام ديك الساطا كابل ديال الساطا هو هداك انا زولناه. كاين الكابل داليمونطاسيون كي اليمونتي بيه كيدوز من بوات داليمونطاسيون تن ديسك دور كيدوز على كرافور على حسب شحال ما كان عندك تما كاو كيدوز عليهم او واحد كابل ساطا اخر وكاب ديال الاليمونطاسيون كيزولو خفافي ديكشي ما تما والو. دابا نشوفو نحاولو نحيدو السلوكة يا خاين اللي باقينا هذا البروسيسور ديال البروسيسور كارت مير كيدير اقل البروسيسور هذاك هتزولو تهنا منو شني باقي اخو تقدر بعد ما كتلقى فيه غير جوج اللي مأكتيفين وجوج ما خدامين شي على حسب البروسيسور اللي عندك بغيت تدوزلو الضو مزيان. شني كاين اخو سك ديك كارت مير هذا هو اللي دوز على كارت مير وكي اليمونتي لك ديك بياس كامل اللي عايدوزو. اهم الحاجات كاين كيما كتلقى ديك البوات داليمونطاسيون جدادين كتلقى فيهم ديك كابل يا خاين كتلقى فيهم كابل ساخرين. من بعد هنا عاوتاني ديك كابل ديال ليماجين من الاول ديال البواتي ديك بوطونات درو سات اذا كانت عندك شي فان تما كابتا كدوز. كاين ديك بي سي بي غنحاول نزولو هديك السلوكه كاملين وكل ما الخوي وها هما كاملين من الجي من فوقي تا حيت كل واحد من الجي. اوكي دابا ها هما السلوكة تناقات الدنيا شتي ديك الشي يبان دابا مبقاو شي ديك الروينة السلوكة. ها السك ديال البروسيسور تا هو وداع. شنين باقي اخو هنا غنحاولو دابا نزولو كارت جرافيك. اول حاجة على الكارت جرافيك قلنا هديك الحدايد ديال هيت سينك كيخرجو برودة غنزولو التورنوفيس ديالهم. حاول دايما تما كارت جرافيك شي جوج تورنوفيس ما شاء الله كتشمبرها مزيان في التوازن ديالها. عاوتاني ديك بي سي بي سي اخرين اذا كان عندك شي كارت ريزو ولا شي كارت لان ولا شي كارت الواي فاي كتعمل تما على حسب شنو عندك كتزول تحاول تزولو حتى هي. انا كنظن واخا تكون شي فاهم ديك الشيء ماشي ما يوقع لك شي مشكل ما انا عاود زولنا لي تورنوفيس ما بقى والو. ها هما هنا كتشوفو كمية خفيفة دابا بقاو غير نحاولو غير نزولوهم. اوكي
ولكن قبل ما تزولو ما تحاولش تجبدو ديرك. كيما كتشوفو كاينه واحد اللعيبه غايطه ليهن او لا الزرقاء على حسب اللون. دابا حنا نقدروا على نسمن هادي ديك الطرف على اليمين كاينه ديك اللعيبه ديك هادي كتزولها كدفع عندك شي حاجه كتجيبها من عندك هي اللي كتشوف راه مسيكيوريز كارت جرافيك هي كتجبدها عندك صافي تقدر تجرها كتجر كارت جرافيك عاديه من تما والو. اوكيش هاهي هاهي الثالث خفافيك فوالا كيما كتشوفو هادي كارت جرافيك جي تي اكس 480 انفيديا كان اللي فقط للمعلومات هنا ديك الحديده ديال الهيت سينك ديالها ديك حتى هي ديال الفوقي حتى هي هيت سينك الدوري ديالها فيها ديك الخارجه ديال اللي كيسخن كيسخن الكاد كتسخن كتخرج السخونيه من ديك الجهه ملي كدور في الفاره كتخرجها. كاينه جوج ديال السورتي دي في اي والديسبلاي بور ولا اتش دي ام على حسب فيرسون ديال الكارت جرافيك. كاينه بعدا كيقول لي شكون احسن واش كابل اتش دي ام اي تكون عندك داخله في كارت جرافيك ولا دي في اي. انت قلتي غتلعب ولا شي حاجه بالنسبه للبي سي الدي في اي احسن اولا كيخرج السينيال ديال فقط سينيال الفيديو كيخرج لك سينيال الفيديو انت مهني وفاش وكاليتي مزيانه. اذا قلتي عندك شي اتمن شي ايكرون كبير ولا شي حاجه دوز لك كاليتي مزيان والاتش دي ام اي كيدوز لك الاوديو مع الفيديو ولكن كيدوز واحد الافونتاج زايد بالنسبه للفيديو مقارنه بالدي في اي. يعني الدي في اي كيغلب من جهه الفيديو ياخر كيدوز فيديو اوديو على حسب ديك الشيء كيفاش تستعمل الكارت جرافيك ديالك. اوكيش دابا انا كنشوف فقط تشوفوا شنو كاين دابا غنشوفوا ازاله اللي باقا يا تزولوا نزولوا ديك بي سي بيس اللي باقيين ديال لان كارت ريزو كارت وي في ديك شي خفيف ما تما والو عاد جور هادي ما فيهاش ديك بي اس فحال قبيلتي هادي غير كتزول طورنوفيس كتجور يماها سون بروبليم هاديك كارت ديال لان بغيت شي واحد يشوفها هيدا اها شنو باقي اخر كارت ديال الوي في غنجبدوها حتى هي مسكينه لا فوالا عرفت اللي بغا يشوف يدي نظرة على كارت واي فاي كيفاش عامله. كاينه بعد لي كارت واي فاي كتبقى لان كيشبر الواي فاي او ميم طون. كاينه الرام هنا الرام غنشوفو كيفاش غنزولوها. اولا بالنسبه للديبلاسمون انا عاملو الديبلاسمون غلط خصو يكون كل واحد ديبلاسمون في الكولور ديالو حيت كارت مير فيها دول شانل يعني كيساعد السرعه اكثر. لكن هنا كانت غير ديمونستراسيون كنكليكيو على ديك بياسه اللي على الشمال تليكي عليها هي اللي كتكون كتحرك شويه تفورسي عليها شي حاجه كتحرك كتفتح. كاينه بعد الكارت ميرات كتكون فيهم جوج بياسات من الفوقي ومن تحت. كاينه بعد من لا كتكون دابا هادي فيكس من الجهه الفوقي موفابل يعني تقدر تكليكي لها وكتجر عاديه ماشي شي حاجه صعيبه كتجر الاول خفف فيها الكارت مير هاد الكارت هادي الرام هادي الدي دي ار 3 وكاينه الدي دي ار 2 واحد مبدلين الدي ار 3 كينغستون. هنا عاوتاني كاينه كحل اذا كان عندك دابا فاليو رام بغيت عندك ديال شانل في كارت مير كتعمل بحال دابا عندك جوج ديال جوج جيجا جوج ديال جوج جيجا ديال الرام كتعمل وحده في الزرق وحده في الزرق مش كيعملوا ديك التكنولوجي ديال ديال شانل قلبوا عليها في جوجل تلقى تدوي عليها معلومات. انا نشوف فقط كيفاش كتكون الرام اللي بغى يشوفها واللي ما عارفاش شي حاجه بحال هكاك. اوكيش ما التالي دابا نشوف شنو كاين جديد. هنا غنشوفوا عاوز بروسيسور الهيت سينك ديالو كيفاش غنزولوا هاد الهيت سينك. هنا كنشوفوا بالنسبه لهاد الهيت سينك ديال ستوك يعني اللي كيجي مع الشركه السام كيدير بحال دابا السام اذا دار على الشمال الاتجاه ديالو ماشي الشمال يعني مي كدور ديك البياسه على الشمال كتشد كتكون اون لوك مشدوده اذا دوزتيها على العكس ديال الاتجاه كتفتحها. دابا هي بالعكس ديال الاتجاه مفتوحه انا نحاول ندوزها لين ما تبغي شي هادي مشدوده حيت السام عاطي على الشمال وهادي مفتوحه الاتجاه ديالها مقلوب العكس ديال الاتجاه ديالها كنقلب بحال دابا هادي اللي باقي مشدوده ضرب اتجاه العكس ديال الاتجاه ديال السام غتولي مفتوحه دابا فوالا دابا نحاولو نزولوها. كاين بعد ما تفورسي شي حاجه مش كتكون مبرونشيه مزيان كتفورسي هيدا تزول. اوكيش دابا هنا رخيتهم رخيتهم كاملين فقط غتجبد يماها. دابا دا الهيت سينك ماشي بروسيسور كاين اللي عنده الغلط من هاد الناحيه. دابا دا الهيت سينك اللي كيبرد لا خاص بالتبريد الجديدة اللي كتبرد كتخرج سخونية من بروسيسور وكتبرد بالفرا كتخرج سخونية ديك المربع اللي يكون في الوسط لا تيدا طورناه دابا هادي غير فرا عادية. هنا بروسيسور هنا بروسيسور شمن السوكيت هذا السوكيت 1156 كاين بزاف السوكيت كاين 1155 على حسب الجينيراسيون ديال البروسيسور. ديك اللي كتشوفو ديك السائل اللي في الوسط هذاك يابس شي حاجة هذاك التيرمال باست كيقولوا له هذاك هو اللي كيبرد البروسيسور على الاقل هذاك كل 8 شهور هذاك 9 شهور كتحاول تمسحو وتعاود تبدلو جدادين. انا ملي بدلت بروسيسور عاود بدلت التيرمال وعملت تيرمال اخر وبريت شي حاجه على شحال هادي كان كيسخون دابا ملي عملت له التيرمال برد دوزت 8 شهور ديالو
ديك الحديده كتجر عاديه انا كما كتشوفوا كتطلع ديك بياسه كيولي بروسيسور بوحديته. حاولوا شويه عليك باش ما تضربش ديك الحدايد الصغارين ديالو. نعم نشوفوا الشوما ديال البروسيسور كيفاش كيكون. نحاول نعمل اوتو فوكس يعني نكبر بشي اللي ما عمره ما شاف بروسيسور. شوفوا هذا i5 650، هذه الاركيتيكتور ديالو. وكل بروسيسور عنده داكشي مبدل اكثر ياو كاين ديك جدادين دي i5 جينيراسيون على حسب التكنولوجي انت كتشوف كتبدل كتبقى شي نفسها. ها هذا هو الجهه اللي كيكون فيها اللي كينزل، والبروسيسور كيتنزل غير من واحد الجهه، ما تقدرش تنزلو مقلوب ولا شي حاجه، يعني خاصك تكون دائما كيرفول. اوكيش صافي هاي ديك الشيء خفيف ما بقى والو، فقط غنبقاو نزولو ديك السلوكات القدام غتزولو. ها هما هنايا انا زولتهم، كاين عندهم واحد الانديس. هاد البياسه تقدر تكون مع كارت ما تكونش تقدر تشريها الحاسب. هاد الانديس كيعاونك تنزل كل سلك ديال شي حاجه في موطعو. هذا دابا السلك ديال الباور كتنزلو في باور، السلك ديال الروسيت يعني روديماراج دي بي سي كتنزلو في روديماراج دي بي سي، سلوكات سبيكرز كدوزلو من الضو. فقط هذاك الشيء اللي كاين. ديسك دور عاود شغلو ساهل، كتزول ديك لي تورنوفيس اللي كاينين. هادو بالنسبه للبواتي قدامين، بواتي جدادين عاود كتزولو حسب البياسه اللي كاينين. كتزولو الديسك دور عادي شوف بروزو ولي ما غنحاولو عاوتاني نشوفو نهضرو على بواط داليمونطاسيون. بواط داليمونطاسيون كيكون عندها الهيتينغ ديالها وكلشي حتى هي عندها ديالها، فالفاره ديالها باش كيتبرد. كاينه كتكون سيرتيفي وماشي سيرتيفي، كل ما كانت سيرتيفي كتكون مزيانه للايكونومي ديال الضو ومزيانه للبيرفورمانس وكتبقى لك بزاف، يعني تخصصات في الضو وتخصصات في البيرفورمانس. بالنسبه للكونيكتور كيتبدلوا على حسب الكارطه. هنا الكونيكتور مولكس اللي معروف هذا كلشي كيعرفو، 4 بينز ديالو. هنا الكونيكتور بي سي اي او ديال اللي كيصلح للكارت كارت جرافيكات اللي كيكونوا موجودين. هنا بالنسبه لهاد البوط ديال ريمونطاسيون فيها ديال 6 وفيها ديال 8 بي سي اي او. هادو هما الاخر كتحتاج انك جي تي اي 480 بلا ما نستعمل شي ادابتاتور من مولكس بي سي اي. هنا كيما شفنا قبيلاتي هادو هما ديال لانيمونطاسيون ديال كرافور ديال ديسك دور، يكونوا بزاف شي 4 ولا 5 على حسب شحال عندك بياس في البي سي. كيدوز واحد بحال السلك كيدوز بيناتهم كاملين. فوالا شني باقي اخر، باقي السلك ديال البروسيسور كيفاش خشى في كارت ميركي اليمونتي بروسيسور. هو هذا كاين هذا 4، هذا اللي فيه 4. وكاين السلك الاخر هو ديال كارت مير، هذا كي الومونتي كلشي. عاد تشوفوا عاو كيفاش عامل على حسب ديك اللي كاين. كاين اي اخر اللي كي الومونتي فيرسيون قديمه، كل واحد وكيفاش عامل. شني كاين اخر اللي باقي؟ فقط كتزول لي تورنوفيس ديال كارت مير، كيكونوا كاملين شي 4 ولا 5 على حسب كارت مير ديالك. كتزور كتهزها هي تهزت ما تما والو. غيبقى لنا ديك اي او شيلد. شنو هاد اي او شيلد؟ هي هادي انا دفعتها هنايا، هادي هي الحديده. هاد اي او شيلد ديالي كيكونوا فيها كتجي مع كارت مير، ملي كتشرى كارت مير كيجي فيها هاد اي او شيلد باش كتبين كل بياسه في لي زانديس ديالها على الشرحه، وكتحمي كتحمي كارت مير ما كيبقاش ديك الفراغات في الحديده. كيكونوا ديك الاي او شيلد كتكون دايزان كلشي. دابا كنظن فيديو تساله فيديو تساله، واذا ديتو شي فكره عرفتو كيفاش عامل الشغل ما تنساوش واحد اللايك، اجوتي الفافوريت باش امتي كدلع الفيديو يدلع شي حاجه. اوكيش نحاولوا نساعدوا بنادم بزاف اللي ما عندوش شي فكره فهمتي كيعرفها، بارطاجي في فيس تويتر على حسب اللي باغي بارطاجي مع بنادم. بغيتي تخدم اصم اوكي تابوني، اذا كنتيش ما ابوني تابوني مش الفيديوهات اللي ما جيني يبانوا لك. اه لي الدراري قال لي تكون فيديو اللي ما جيت. تهلاو بيس.